أهلا بكم أصحابي وصحباتي، ونتناول حلقات فوائد الفواكه والأطعمة وغيرها من الأشياء المفيدة لصحة الإنسان. وحلقتنا اليوم نتكلم عن ثمرة الباباز أو ثمرة البابايا، أحد أنواع الفواكه الاستوائية التي تزرع في العديد من المناطق حول العالم، على رأسها المناطق الواقعة ضمن قارة أمريكا الجنوبية، وكذلك في بعض مناطق الوطن العربي مثل المغرب والبحرين ومناطق شبه الجزيرة العربية أو الخليج العربي، وحاليا موجودة في مصر وكسرت زراعتها وتناولها في الوطن العربي. تمتاز هذه الفاكهة التي تعود أصولها لأمريكا الوسطى بقيمتها الغذائية العالية التي تجعل منها غذاء مناسبا لكافة المراحل العمرية وعلاجا فعالا للعديد من الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المختلفة، ووقاية لعدد كبير من الأمراض. ويطلق على تسميتها أسماء كثيرة، منها الباباز والبابايا والبابو وفاكهة الملائكة وغيرها من التسميات حسب كل منطقة. الفائدة في الثمرة الباباز أنها تحتوي على نسبة جيدة من عنصر الحديد، وبالتالي ترفع مستوى الهيموغلوبين في الدم وتقي من الأنيميا، كما أنها تحتوي على الكالسيوم مما يجعل منها أساس للوقاية من أمراض العظام والمفاصل، على رأسها هشاشة العظام والروماتيزم، وكذلك من ضعف الأظافر والأسنان ومشاكل الشعر المختلفة كالتساقط. كما تحتوي الثمرة على المضادات الطبيعية للأكسدة، مما يزيد قدرتها على مقاومة الشوارد الحرة المسببة لمرض السرطان بأنواعه، وخاصة سرطان الثدي والبنكرياس. كما أنها تحتوي على فيتامين ألف المقوي للنظر ومشاكل العدسة القرنية على حد سواء، كما أنها تحتوي على فيتامين جيم والذي يعد أحد أقوى المضادات الطبيعية للالتهابات والحساسية، ويقاوم بدوره العدوى الجرثومية المسببة لمختلف الأمراض، كما أنه مسؤول على إفراز الكولاجين المفيد للبشرة والشعر على حد سواء. كما تحتوي على نسبة عالية من فيتامين إي المضاد للأكسدة المفيد لصحة البشرة وجمالها، كما يحتوي على نسبة عالية جدا من الألياف والتي تحسن الجهاز الهضمي وتقي من عسر الهضم والإمساك ومن مشاكل المعدة والأمعاء، وتخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه، وتساعد على طردها خارجا، وتعالج مشكلة الإمساك وتنقي الدم. كما يفيد ثمرة الباباز في علاج تهيج القولون، كما أنه يخفض مستوى الجلوكوز في الدم مما يجعلها مفيد لصحة مرضى السكر. يحتوي الباباز على فيتامين ب، كما يحتوي ثمرة الباباز على فيتامين ب، وبالتالي فهو مفيد لصحة الجهاز العصبي والوظائف الدماغية كالذكاء والفهم والاستيعاب. كما يحتوي على البوتاسيوم الذي يخفض ارتفاع ضغط الدم ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع ظهور الشيب، كما يحتوي على الأنزيمات الهاضمة وخاصة التي تهضم البروتينات، كما يحتوي على حمض الفوليك الأساسي للنساء الحوامل والذين يقي من التشوهات الخلقية التي تصيب الأجنة. تشير الأبحاث على أن الليكوبين الموجود في فاكهة البابايا قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، كما ويمكن أن يكون له أثر إيجابيا لدى الأشخاص الذين يتعالجون من هذا المرض. ويرجع سبب قدرة البابايا على مكافحة السرطان إلى قدرته على التخلص من الجذور الحرة التي تسهم في تطوير السرطان. وتصلت البابايا فعاليتها في التخلص من خلايا سرطان الثدي بشكل أكبر من بين 14 نوع من الفواكه والخضروات التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة معروفة. وفي دراسات صغيرة أجريت على كبار السن المصابين بالتهابات
واحتمالية الإصابة بالسرطان في المعدة أظهرت انخفاض الخطر التأكسدي عند تناولهم للباباي المتخمرة، ولا زال هناك حاجة لمزيد من البحوث. يقلل خطر الإصابة بالربو لدى الأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة من بعض العناصر الغذائية، ومن هذه العناصر البيتا كاروتين الذي يمكن إيجاده في أطعمة مختلفة مثل البابايا والمشمش والشمام والقرنبيط والقرع والجزر. كما يعزز صحة العظام، ترتبط مستويات فيتامين كاف المنخفضة بزيادة مخاطر التعرض لكسور في العظام، لذا ينصح باستهلاك كمية كافية من هذا الفيتامين لأنه يحسن من امتصاص الكالسيوم وقد يقلل من إفرازات الكالسيوم في البول، الأمر الذي يعني زيادة في مستويات الكالسيوم في الجسم الذي يساعد في تقوية العظام وإعادة بنائها. تعزيز صحة الشعر، تعتبر البابايا مفيدة بشكل كبير للشعر لاحتوائها على فيتامين ألف الذي يعتبر عنصر غذائيا ضروريا لإنتاج الدهن والذي يحافظ على رطوبة الشعر. كما يعتبر فيتامين ألف ضروريا لنمو جميع أنسجة الجسم بما في ذلك الجسم الجلد والشعر، إلى جانب كونها توفر كمية كافية من فيتامين جيم إلهام لبناء الكولاجين والذي يوفر بنية سليمة للبشرة. كما تكلمنا عن ثمرة البابايا من المصادر الغنائية بمضاد الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى المفيدة لصحة الإنسان، ولكن توجد بعض الحالات والأمراض التي يحتاج فيها الأشخاص تجنب تناول فاكهة البابايا، كما يجب تقليل الاستهلاك من هذه الفاكهة إذا كنت تعاني من بعض الحالات الصحية الآتية: أثناء الحمل عند الإفراط في تناول كمية كبيرة من ثمرة البابايا وخصوصا الثمار الغير ناضجة، فإنها قد تسبب الإجهاض الغير طبيعي والغير مرغوب فيه، فتحتوي هذه الفاكهة على الكثير من المواد الملينة والتي تعرف بأنها تسبب انقباض للرحم مما يؤدي إلى الإجهاض، لذا يجب أن تتجنب السيدة الحامل تناول البابايا. مشكلات الجهاز التنفسي، تحتوي ثمرة البابايا على أنزيم يسمى بابين وهو عامل قوي للإصابة بالحساسية مما يسبب ضيق في الجهاز التنفسي، لذلك إذا كنت تعاني من بعض الأمراض مثل حمى القش الربو وغيرها فينصح بالابتعاد عن تناول هذه الفاكهة. حصى الكلى، تحتوي فاكهة البابايا أو الباباز على كمية كبيرة من فيتامين جيم، فيها تلعب دورا محوريا في الحفاظ على قوة الجهاز المناعي لجسم الإنسان، وعلى الرغم من ذلك فالإفراط في تناول الطعام الصحي يعد شيئا ضارا. يعتبر فيتامين جام استثناء لهذا الأمر، فالإفراط في استهلاك فيتامين جيم يمكن أن يساهم في تكوين حصى الكلى، لذا ينصح الأشخاص الأكثر عرضة لهذا الأمر بالابتعاد عن تناول ثمرة الباباز بكميات زائدة. مشكلات في الجهاز الهضمي، ربما تكون أعراض الجهاز الهضمي التي يتعرض لها الأشخاص ناتجة عن الإفراط في تناول ثمرة الباباز، فما يثير السخرية أن نفس الفاكهة التي تساعد في تهدئة المعدة قد تسبب الانزعاج الشديد لها عند تناولها بكميات زائدة، إذا الابتعاد في تناول فاكهة الباباز هو الحل لهذه المشكلة. مشكلات البشرة، إذا كنت تعاني من بشرة باهتة صفراء اللون وشاحبة وخاصة في منطقة الكف يجب أن تحذر، فربما تعاني من مرض جلدي حميد يسمى كارتونيمينيا، وهذا المرض يكون ناتج عن الإفراط في تناول الباباز والتي تحصل على لونها البرتقالي، هذا من البيتا كاروتين وهو مادة غذائية تنتمي لعائلة الكاروتينات، كما يكون ناتج عن فيتامين ألف، وتناول كميات زائدة من البيتا كاروتين يسبب شحوب للبشرة. ضغط الدم المنخفض، تستطيع ثمار الباباز المخمرة أن تحفظ معدلات ضغط الدم، وتناول هذه الفاكهة قد يسبب انخفاض شديد لضغط الدم، لذا الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ضغط الدم المنخفض يجب أن يتجنب فاكهة الباباز. في نهاية حلقتي أحب أقول
أن على الرغم من أن الباباز تساعد بشكل كبير على ترطيب الفم وغنية بالعناصر الغذائية، لكن يجب الحذر عند تناولها، حيث ينبغي أن يدرك الجميع أن الاستهلاك الزائد من أي شيء عدوى للجسم. وليس الغرض من هذا الفيديو هو الامتناع تماما عن تناول هذه الفاكهة اللذيذة، ولكن الحذر والاعتدال في تناولها يجنبك الآثار الجانبية الضارة. لكم مني خالص تحياتي وأشكركم إلى حسن متابعتكم، حتى نلقاكم لكم مني خالص تحياتي، ولنا فيديوهات أخرى إن شاء الله.